دلوقتي معانا على التليفون استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. اهلا بيك يا استاذ محمد. ويعني كل هذه الاعداد اللي بتتبرع بالدم لاهالينا في فلسطين في كل المحافظات، وهذه الحمله للتبرع بالدم لاهالينا في غزه، لانه طبعا نعي جميعا تردي الوضع الدوائي هناك، وبنتابع المستشفيات وقد ايه حجم النقص اللي حاصل في كل المواد الدوائيه. استاذ محمد حضرتك سامعني؟ اي سامع حضرتك يا فندم. بكلم حضرتك عن الحمله اللي عملتوها للتبرع بالدم لاهالينا في غزه، وانه كلنا كل الناس في الشارع، ويمكن انا امبارح استوقفني ده، يعني ست كبيره شافتني كده بتكلم عن الموضوع، قالت لي هي المساعدات هتوصل لاهالينا في غزه، الناس كلها قلوبهم على اهالينا في غزه، وده اللي ظاهر على الصوره في مساله التبرع بالدم بالسرعه دي اول ما اطلقتوا المبادره. هو مش غريب يا فندم على الشعب المصري دايما وقوفه جنب اشقائه في فلسطين. يمكن احنا دايما بنعتبر ان القضيه الفلسطينيه هي قضيتنا احنا كمان ومسؤولين عنها. مصر دائما هي الكبيره، وهي دايما يعني صوت العقل، ودايما هي النهارده كل زي ما حضرتك بتتابعي جميع الاتصالات بتتم من العالم كله، بتتم هنا في مصر عشان خاطر حل هذه يعني المشكله الكبيره جدا اللي بيتعرض ليها اشقائنا واخواتنا واهلنا في فلسطين. زي ما حضرتك شفتي وتابعتي كده، ويمكن على صفحات التواصل الاجتماعي كافه محافظات مصر اهالينا كانوا بينزلوا النهارده بكثافه شديده عشان خاطر يتبرعوا بالدم. ومش بس كده، بعض مؤسسات التحالف كمان بدات في ان هي تجمع بعض المواد الغذائيه، المواد الطبيه، نتيجه طبعا للحرب اللي دايره في فلسطين. في نقص شديد طبعا من المستحضرات الطبيه ومن المعونات، يعني محتاجين معونات كتيره قوي في فلسطين عشان نقدر نكفي الاسر اللي موجوده واهالينا هناك نتيجه اجراء الحرب عليهم. حتى الاطقم الطبيه المسعفين، يعني احنا بنتكلم في استشهاد 10 مسعفين الى الان، الاوضاع داخل المستشفيات صعبه جدا. يعني خليني اقول لك ان الوضع في فلسطين وضع كارثي. احنا النهارده بنتكلم على نقص في الاطقم الطبيه، بنتكلم على البنيه التحتيه اتدمرت، بنتكلم على نقص في المواد الغذائيه، بنتكلم على نقص في العلاج والادويه. كل ده النهارده احنا محتاجينه، احنا في انتظار الممرات الامنه حتى تعبر الحاجات دي لاهلنا في فلسطين. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.